هكذا فرنسا تودع رئيسا لتستقبل خلفه قبل 5 أعوام. ودع نيكولا ساركوزي الرئيس جاك شيراك الذي كان تولى الرئاسة على ولايتين متتاليتين، واليوم ها هو يسلم مفاتيح الإليزي إلى فرانسوا هولاند. حفل التسلم والتسليم في العام 2007 قدم لوحة عكست شخصية نيكولا ساركوزي الذي كانت تتابع وسائل الإعلام أخبار حياته الشخصية مع سيسيليا تزيكانير الحافلة بالتفاصيل المثيرة، فقدم إلى الفرنسيين صورة العائلة المركبة، سيسيليا مع ابنتيها وساركوزي مع ابنين من زواج سابق والطفل لوي ابنهما المشترك. في الداخل المدعوون في الانتظار، والطفل لوي يغذي فضوله بتفاصيل البروتوكول حول السلسلة الذهبية التي يتسلمها الرؤساء، مشهد العائلة المجتمعة ولمسة التعبير عن الامتنان إلى سيسيليا التي كانت إلى جانب ساركوزي طوال سنوات لكنها لن تلبث إلى إعلان الطلاق بعد 5 أشهر. ساركوزي انتخب في العام 2007 ب19 مليون صوت، أي ما يعادل 53% من الأصوات، في حين حصل الرئيس الحالي فرانسوا هولاند على 18 مليون و800 ألف. ولاية حافلة لعب فيها دور الرئيس الكلي الذي تدخل في كافة الملفات وخاصة السياسة الخارجية. ساركوزي غادر اليوم الإليزي بصحبة كارلا بروني لعطلة طويلة ليشغل المكتب الذي تضعه الجمهورية بتصرف الرؤساء السابقين، وقد يستعيد دوره كمحامٍ.